اليوم اجتمعنا هنايا الحفل ديال التخرج ديال الناجحين وناجحات في خطة العدالة لسنة 2018. هذه المبادرة اللي دارها الملك محمد السادس نصره الله أنه جعل المرأة حتى هي ممكن تولج المهنة ديال العدالة، ديال خطة العدالة، وحنا فرحانين بزاف بهاد المبادره، لان هاد المهنه كانت فقط محتكره على الرجال. اللي معمرنا ما كنا كنشوفوا باللي كاينه شي مراه كتمارس لينا هاد المهنه، ولكن الحمد لله دابا هاد المهنه غادي يمارسوها النساء وغادي تكون على نطاق واسع في انحاء المملكه المغربيه. وكنشكروا جلاله الملك لانه اتاح لنا هاد الفرصه اللي هي غادي تشرفنا احنا كنساء وغادي تخلينا تزيد تشجعنا على تكافؤ الفرص ما بين المراه والرجل. ان شاء الله مباشرة من بعد ما غادي نسالي الفترة ديال التدريب ديالي غادي نحاول ان شاء الله نفتح واحد المكتب على قد المستوى ديالي في مدينة الدريوش ان شاء الله، باش تكون في مدينة الدريوش وبصفة عامة في منطقة الريف امرأة عادلة ويفتخروا بها ان شاء الله. نحن صراحة جد سعداء ان المرأة في هذا الفوج الاول، يعني حظينا بفرصة وشرف اننا نكون مع رجال العدول، وهذا بشرف من جلالة الملك محمد السادس نصره الله تعالى. الحمد لله يعني المرأة ابانت واظهرت عن مكانات وعن قدرات وعن اهلية في جميع الميادين وفي جميع المجالات، فبالتالي لا اظن ان سيصعب عليها توثيق العقود مثلها مثل الموثقه مثلها مثل اي مهنه اخرى. لكن الحمد لله هذه السنه كان فوج متميز جدا، كانت يعني من نظر من جلاله الملك محمد السادس نصره الله تعالى، وان شاء الله باذن الله عز وجل سنكون خير سند لاخواننا الرجال، فالنساء شقائق الرجال في جميع في الاحكام الشرعيه وفي جميع الميادين، فان شاء الله تعالى يعني غادي نكونوا مع رجال لتطوير هذه المهنه وترسيخ روح المساواة والمناصفة بما يرضي قواعد الشريعة الإسلامية ومقاصد الشريعة الإسلامية. صراحة يعني بوادر هذا الولوج هذه المرأة للخطط على العدالة، أظن أنه الشعب المغربي لا زال يحتفظ بتلك يعني تلك الذكورية، يعني أنه لم يتقبل بعد أن المرأة يمكن لها أن تمارس خطط أو خطة العدالة مثلها مثل الرجل. لكن الحمد لله كما قلت أن الأمر ليس بالصعب أو المستساغ، فالمهنة سهلة جدا، المهنه يعني مثلها مثل باقي المهن يمكن ولوجها بكل سهوله. درت تكوين عند عادل في المده اللي كنت كندير التكوين، عجبتني المهنه وقلت علاش ما تمارسهاش المهنه. سول داك العادل قال لي صراحه ما كاينش هذا، راكي قد عليها، ولكن كانت شي حاجه مستبعده ان المراه غادي تمارس هذه المهنه. سبحان الله دازت 7 سنوات واذا بيا غادي نشوف ان جلاله الملك عطى فرصه للمراه باش دير هاد المهنه، والحمد لله فرحت تسجلت في المباراه، والحمد لله بتوفيق من الله وبرضات الوالدين نجحت، والحمد لله انا ان شاء الله مع الناجحات ومع الناجحين، وان شاء الله نحاولوا نزيدوا بالمهنه لقدام وغادي نديروا ما في جهدنا. بالنسبه للمراه بينات الجداره ديالها في جميع المجالات، إذا كانت المرأة قاضية وتتحكم وتتنطق بالحكم، المسألة ديال العدالة مسألة مسلمة، كيف العدل كيف العدلة. إن شاء الله التكوين اللي غادي يكونونا واللي وعدونا به غيكون كما ينبغي، وإذا كان التكوين مزيان وكان الاجتهاد إن شاء الله غادي ما غنلقاو الصعوبة.